يعني يجتهد الإنسان أن يقضي ما عليه من الدين في من صيام العام الماضي. عدد النساء خصوصا المسألة المتعلقة بالنساء، لأنهم اللي كيكثر فيهم الإفطار في رمضان بسبب فترة الحيض التي قدرها الله عز وجل على بنات حواء، أنهم تكون عندهم فترة ديال الحيض فكيكون عليهم دين. فدابا بقى واحد 15 يوم، بناتي وخواتاتي وخلاص مواتي بالنسبه للسن ديالي انا، الامهات ديالي راه ما بقاش عندهم الاشكال ديال الحيض، لكن على الاقل بناتي وخواتاتي الله يجازيكم بخير اللي باقي عليها دين تجتهد في هذه الاسبوعين اللي بقى، اللي عليها دين وما عليهاش ما عندهاش عذر في هذه الايام هذه تجتهد في قضاء الدين الذي عليها باش يكون العده رمضان كملات، لان تترتب على هذه المساله احكام فقهيه يرجع فيها الى اهل الاختصاص. مما يستقبل به ايضا رمضان، وغنبقاو انسان عنده مثلا تقطيرات الودن ديما وعنده تقطيرات العين ديما ولا عنده تقطيرات النيف ولا كذا، واش كل عام غنبقاو نسولو نفس السؤال كل عام؟ السلام عليكم، واش تقطيرات الودن كتفطر؟ تقطيرات العين كتفطر؟ تقطيرات النيف؟ هو نفس الشخص يطرح نفس السؤال كل سنه. اكبر حاجه خذ تفقه في احكام الصيام، علينا نجتمع جميعا ونتفقه في احكام الصيام. النساء خصهم يتفقهوا في احكام الصيام، المراه مثلا الا حاضت قبل صلاه الصبح او الا حاضت بعد صلاه الصبح او الا حاضت اثناء النهار الا حاضت بعد ان ينقضي النهار، مجموعه من الاحكام، وكتلقى بنادم داخل في الصيام ديالو تيقعر فيه تيخسر فيه ولا يلقي لذلك بالا. رمضان راه صيام فريضه، وليس فريضه فقط، رمضان بحال الصلاه بحال الزكاه بحال الحج، رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام. فإذا ذاك الركن عندك مخروق راه الإسلام عندك مخروق. فالإنسان ينتبه، الله يجزيكم بخير، يتفقه الإنسان أحكام الطهارة، أحكام الصيام، شنو ندير فيها، أحكام الصلاة. فهذا الشيء كله الإنسان يجتهد في التفقه فيه، وهذا مما يستعد به أيضا لرمضان. فإلى لاحظنا هذه الأمور هذه كلها اللي ذكرناها نستعد بها لرمضان، هي كلها من الأعمال التي نجدها في رمضان. هذا الشيء كله اللي ذكرناه من الأعمال التي نجدها في رمضان. المشكلة شنو هو أننا كنبقاو حنا جالسين عاطينها للنعاس، تا كيجي رمضان عاد كنلقاو ريوسنا درت دخلنا، بغينا نصلي وبغينا نصوم وبغينا نقراو القرآن وبغينا نقوم وبغينا نتفقهوا وبغينا نتعلموا وبغينا أشري، راه القلب ديالك ما ولفش هذه الاعمال هذه كلها، البدن ديالك ما ولفش هذه الاعمال هذه كلها، الذهن ديالك ما ولفش هذه الاعمال هذه كلها. انت عاطيها للنعاس عام، شويه نطي بغيتي تجري في منافسه ديال العاب القوى انت والابطال العالميين، ما يمكنش، ما كاين حتى شي استعداد قبلي. داك الشيء اش غتلقى هذه الاعمال اللي كانت تكلمنا عليها هي الاعمال نفسها التي نقوم بها في رمضان، لكن هذه الفرصه اللي كاينه عندنا دابا فرصه اعداد واستعداد للقلب والذهن والبدن، باش ملي يجي رمضان يلقى السكه غدا، وحنا كنعرفوا كيفاش نركبوا في هذيك السكه، لعل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا الخير.